أجمل حكاية. أتوجه بتحية لكل مشاهدينا ومتابعينا في هذا المشوار في انتظار ركلة البداية وانتهاء المراسم الافتتاحية. مشاهدينا متابعينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نهار الفل للناس الكل. أنا رؤوف خليف أحييكم من خلال التعليق على مباراة اليوم. لنلقي نظرة على تشكيلتي الفريقين. البداية إذن، والكرة ملعوبة إلى الأمام، لم يحالفه الحذف الكرة البينية. سوداني من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يحاول لعب كرة بينية غدارة، يلعبها بينية أرضية، يقطع التمريرة، يقرر لعب كرة نحو خط الوسط. تحكم مذهل، لعبة جميلة. تفوق في المواجهة البدنية وحصل على الكرة. كرة تونية إلى الأمام، ضغط قوي وينجح في استعادتها. عدت الكرة، يلعب كرة إلى اليسار، يلعب كرة بينية. أمر الحكم بمخالفة وضربة حرة. سوداني اختاروا لاعب الكرة إلى الخلف. توسيع على الرواع، ستذهب الكرة إليه. بينية تفتقد للدقة وبعيدة عن الخطورة. دينامو زغرب وغياب التسديد لأي كرة على المرمى. يحاول تمريرها عبر الدفاع، نجح في تشتيتها وإبعادها. يلعبوها للأمام، يحاول أن يلعبها بينية. عدت الكرة وباش يسجلوها. دفاعات المنافس ولا يزال مستمرا في التقدم. فشلوا في الاستفادة من هذه النهاية.
والآن الكرة ملعوبة للأمام، يحاول لعب كرة بينية غدارة، قام بعمل كبير وتوغل ناحية الصندوق لكنه لم ينجح في النهاية. يحاول فك دفاعات المنافس، يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية، كرة طولية إلى الأمام، مرت الكرة بشكل لطيف وينطلق، تصدي ممتاز للكرة، نجح أخيرا. نهاية 45 دقيقة أولى، النتيجة لا تزال 0-0، نتمنى مشاهدة هدف أو هدفين في الشوط الثاني. ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن. تركنا الشوط الأول بدون أهداف، لكن أتمنى ألا تستمر النتيجة البيضاء حتى النهاية. لم يحالفه الحظ في الكرة البينية. سوداني كاترين في كرة ممتازة على اليمين. يتعرض للضغط بكل القوة، يحاولون بناء الهجمة من الخلف، الكرة للأمام والكرة إلى قلب المنطقة، يوجه تسويبة قوية وكأنه إعفاء مؤقت من العقوبة. تمشي الكرة على الأطراف، يلعبها بينية أرضية والكرة للمنطقة الأمامية. ويلعبها إلى المنطقة، تسديدة إلى المرمى، بعيدة عن المرمى، كان أمام المرمى مباشرة وبصراحة كان عليه أن يسجل. يلعبها طولية، يحاول أن يلعبها بينية، كرة للجناح، مرت البينية ووصلت إليه، حاول بمفرده التوغل لكن بلا نجاح يذكر، قطعها في الوقت المناسب، أحس بقوة التهديد ووصل للكرة. يحاول تمريرها عبر الدفاع، التعادل السلبي هو سيد الموقف، لكن ما زال الوقت طويل على النهاية ويمكن لأي فريق خطف الانتصار. كرة على الأطراف وسيقوم بتسديد الكرة، إنقاذ بارع، لم يكن هذا تصدي عادي، قام بعمل رائع لحماية مرماه، رائع. يضع الحكم يده في جيبه ليخرج له البطاقة الصفراء. كرة تمر بردا وسلاما على الدفاع، تصدي جميل من الحارس، أنقذ الحارس الكرة بصورة جيدة، وإيقاف ممتاز للكرة، تطلب القيام بذلك رد فعل مظهر، في رأيي أنه أظهر براعة كبيرة، كانت قريبة للغاية، لكن طالما لم تدخل المرمى فلن تحتسب. يتألق الدفاع في منع الكرات من الوصول لمناطق الخطورة. رمي التماس، يتحرك إلى الأمام، الكرة للأمام، يحاول لعب كرة بينية غدارة، إنها تسديدة قوية منه والكرة داخل الشباك.
واخيرا انكسر صمت النتيجه بعد فتره كبيره من المباراه. يعرف انه ليس بحاجه الى التحرك على الاطراف كثيرا، وحين لا يتحرك على الاطراف فان فرصته في التهديف تتزايد. دينامو زغرب يتقدم بهدف نظيف، تقدم مستحق في الحقيقة. يلعب كرة إلى اليسار، يلعب كرة بينية فاتت ومرت ووصلت إليه، يلعبها تولية. الانتصار لصالحهم نظريا، لكن يتأكد الفوز إلا بعد صفيرة النهاية من قاضي المباراة. لا يمكنه إهدارها من هنا. كل الشكر والتقدير والعرفان وإزالة الخطر من المكان. نلعب الآن في الوقت بدل الضائع. اجتازت الكرة الخط وتحولت رمي التماس. يلعب كرة إلى اليسار، كرة معتادة ودفاع فوق العادة. انتهت المباراة، أطلق الحكم صافرته. عبروا هذا الاختبار بأقل فارق من الأهداف، وذلك بفضل خط الدفاع الذي كان في